السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أعضاء الجروب الكرام. إن شاء الله النهاردة معاكم دكتور أحمد شوقي أبو ليلى، استشاري ومدرس الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر والتجميل بكلية الطب جامعة الأزهر. الحمد لله أنا حصلت على دكتوراه سنة 2015 من كلية الطب جامعة الأزهر. تقريبا بقالي أكتر من 8 سنوات بشتغل بالنسبة للكوزمتولوجي، بالنسبة للجلدية عموما والليزر والتجميل من سنة 2005 إلى الآن. يعني بداية التحقي بقسم الجلدية كان سنة 2006، من وقتها إلى الآن الحمد لله بمارس الجلدية والليزر. بدايات الشغل الكورسات والتريننج بالنسبة للفيلر والبوتوكس والثريدز عموما من سنة 2016. الحمد لله عندي خبرة كويسة بالنسبة لشغل الفيلر، البوتوكس، الثريدز، المايكرو نيدلينج، الليزر. الليزر بأنواعه عموما، سواء كان فراكشنال، أليكس، اندياج، فاسكولار ليزر. بنعمل انا بالنسبه لي انا كترينر بشتغل شغل مستقل كترينر بالنسبه لاستيتيك ميديسن، وبرضه بشتغل عندنا بالنسبه لكليه الطب جامعه الازهر عندنا في كورسات معتمده ودورات معتمده بالنسبه للاستيتيك ميديسن، سواء كانت على مدار الليزر بأنواعه المختلفه. عندنا برضه بالنسبه للفيلر والبوتوكس والثريدز في دورات معتمده في جامعه الازهر. في برضو عندنا دورات الحاجة اسمها اوفيس بروسيديورز للشغل، ان احنا ممكن نشتغل وبسيط في العيادة، المايكرو نيدلينج، الميزوثيرابي، البي ار بي. دي كلها دورات معتمدة عندنا في قسم الجلدية بجامعة الازهر، وانا الحمد لله افخر بان انا واحد من المشاركين في الدورات اللي موجودة دي. ان شاء الله النهاردة هنسوي لايف كده مع بعض خفيف وظريف كده، واتمنى يكون بسيط بالنسبة لكم ونوضح معلومات غايبة عننا كلنا، ونقرب الحاجات اللي هي ممكن تكون صعبة شوية. فيعني نحاول كده نشوف الناس كده الصوت بالنسبة لهم واضح والصورة واضحة ولا لأ، عشان نقدر نبدأ بإذن الله. يعني نستنى الناس كده تتجمع معانا، ولو في حد عنده استفسار كده ممكن يبدأ يكتبه دلوقتي ونشوف، عشان نقدر نحدد هنتكلم على إيه بإذن الله. وزي ما قلت لكم أنا مدرس واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر بكلية الطب جامعة الأزهر، والحمد لله بشتغل كترينر للاستاتيك ميديسن من اول الفيلر، البوتوكس، الثريدز والليزر، وباقي الشغل التجميل عموما كمايكرو نيدلينج، الميزوثيرابي، البي ار بي، كرايو برضو، لان ده الكرايو يعتبر جزء من شغل التجميل، الهايفركيتور والالكتروكوتري للناس اللي بتبقى بروفيشنال فيه بتقدر تشتغل بيه حاجات استاتيك كويسه جدا. الناس ما ردتش علينا، الصوت واضح بالنسبة لكم جميعا إن شاء الله. أهلا بحضراتكم، أهلا بالدكتورة فاطمة، الصوت واضح. طيب إن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم على موضوع بسيط ومهضوم، بس أنا بعتبره مدخل لشغل التجميل عموما. يعني هي الفكرة كلها، في ناس بتبدأ تتعلم التجميل، أنا عايز أتعلم فيلر، أنا عايز أتعلم بوتوكس، أنا عايز أتعلم ثريدز، أنا عايز أتعلم اللي انا عايز اتعلم كذا او كذا او كذا. طيب قبل ما ابدا اتعلم لازم يكون عندي انترودكشن لكل حاجه، يعني عندي لازم يكون عندي مدخل للبرانش اللي انا هتعلمه. يعني انا هتعلم فيلر عشان اعمل ايه؟ تمام. عايز اتعلم بوتوكس، الغرض منه ايه؟ عايز اتعلم ثريدز ليه؟ وايه اللي هوصل بيه؟ قبل ما ابدا اي حاجه لازم اكون عندي نظره للشخص اللي داخل قدامي، هو عنده ايه وانا اقدر اعمل له ايه، وهو بيطلب ايه بالظبط. دي حاجه مهمه جدا، المريض بيطلب ايه وايه اللي انا هقدر اقدمه له، وهل فعلا الخدمه اللي انا هقدر اعملها له هتكون على قدر اللي هو طالبه ولا لا، اللي احنا بنسميها الاكسبكتيشن، يعني العيان طالب ايه والدكتور هيقدر ينفذ له ايه. فانا دايما بقول ان في حاجه مهمه قوي اسمها الاسسمنت، ودايما لما باجي اعلم حد او ادي كورس او ادي ترين لاي حد على شغل الاستاتيك عموما لازم اقول له يعمل اسسمنت كويس. والاسسمنت مش مجرد علم كده بيجي من فراغ، اولا بيجي فيه كورسات وتعليم وكلام بنقراه كتير، وشغل عملي لازم بتعلمه. وحاجه مهمه جدا في الاسسمنت ان انا والمريض قاعد قدامي بيتكلم لازم اديله فرصه يقعد قدامي على المكتب واسيبه يتكلم براحته، وخلال ما هو بيتكلم انا بلاحظه. يعني انا لازم ابص على الاكسبريشنز بتاعته، ابص على طريقه كلامه، ابص على تعبيرات وشه يمين وشمال، يعني هل في اختلاف بين الناحيتين ولا لا،
ابدا ابص على هل هو بيحاول يداري عيب عنده ولا لا، ابص كمان على عينيه هل في تويتشز بتحصل معاه ولا لا. كل ده حاجات مهمه جدا، يعني مش مجرد ان المريض داخل عشان يعمل تجميل ده هو جاي يتدلع، لا بالعكس هو اكيد في حاجه مضايقاه وجاي ليا انا بيترجاني ان انا اصلح له او اعدل له المشكله اللي هو بايه عامله له ارق او قلق او مأزمه نفسيا زي ما بنقول. فموضوع الاسسمنت ده موضوع مهم جدا. طيب الاسسمنت هنخلص منه الى ايه؟ انا ممكن العيان يكون داخل يطلب مني مثلا فيلر وانا هقول له لا هعمل لك بوتوكس وفيلر. ممكن العيان المريض داخل يقول لي او الكلاينت داخل يقول لي انا هعمل بوتوكس مثلا فور جام سمايل زي ما شرحنا قبل كده، انا هقول له لا انا هعمل لك فيلر مع البوتوكس او هعمل لك فيلر بس، او هقول له لا اسف مشكلتك حلها مش عندي، مشكلتك سيرجيكال. تمام، نفس الكلام بالنسبه للنوز، داخل عنده نوز 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 هامب ومتضايق منها وجاي لا انا احلها له، فجاي انا ممكن هو كل تفكيره او معلوماته ان هو ممكن يشتغلها فيلر، لكن انا ممكن اعرض عليه امر تاني خالص او لا ده انا هعملها لك ثريدز وبالعكس هيكون النتيجه احسن. مريض داخل يشتكي لي من النوز بتاعته ان هي هيوج ضخمه كبيره، فبعد ما يدخل واعمل له اسسمنت كويس اقول له للاسف المشكله مش في النوز ده، المشكله مش المشكله في الفيس، في التشيكس، المشكله في التشن. كل الكلام ده مهم جدا، يعني انا بقول لك المريض داخل بشكوى كومبلين وطالب حاجه معينه، انا ممكن اعمل له ديفيشن للطلب ده واعمل له حاجه تاني خالص. وده اهم حاجه في الاكسبكتيشن بتاعي بالنسبه للمريض، ما سيبش الكلاينت اللي داخل هو يوجهني انا اعمله ايه بالظبط. مش معنى ان هو طالب بوتوكس يبقى انا هعمل له بوتوكس بس عشان هو طالب البوتوكس. ان شاء الله هنسيفل بس باذن الله وهنوفره على ما هيبقى موجود على البيج بعد ما نخلص ان شاء الله، والناس هتقدر تشوفه في اي وقت. البث ما هوش حاجه يعني توب سيكريت، احنا يهمنا جدا الناس تسمعه في اي وقت وتستفيد منه باذن الله. فزي ما بقول هو المهم المريض انا هقدر افيده ازاي والافاده تكون مظبوطه. ودايما بنحاول في شغل الاستاتيك عموما ان احنا يكون لنا نظره مستقبليه لمده اطول في النتيجه بتاعتنا، وده اللي بيهم المريض ان انا بحاول اديله الفايده اللي هو عايزها تاني حاجة لمدة أطول من اللي هو بيكون عايزها أو متوقع إن هو يوصل لها. وده كله بيكمن في حاجة اسمها الأسسمنت، إن أنا أعمل أسسمنت صح عشان أشوف أنا هشتغل إيه مع الكلاينت اللي قدامي. هل هعمل كومبينيشن؟ هل هشتغل بحاجة واحدة؟ طب هل أعمل حاجة النهاردة وبعد أسبوع أو بعد شهر؟ وبعد كده أكمل بحاجة تانية ولا لأ؟ ولازم اكون حاطط في دماغي ان انا عندي اكتر من بروسيدجر ممكن اعمله. انا عندي فيلر، انا عندي بوتوكس، انا عندي ثريدز، انا عندي ليزر، وغالبا اللي بنشتغل بيه في الاستاتيك هو الفراكشنال ليزر مع الفاسكولار ليزر مهمين جدا. عندي مايكرو نيدلينج مهم قوي قوي، عندي بي ار بي، عندي ميزوثيرابي. الحاجات دي لازم احطها في بالي ان انا ممكن اعمل كومبينيشن بين اتنين او تلاتة او بين واحد او اتنين مع بعض. نبدأ كده إن شاء الله بأول حاجة عندنا بالنسبة assess to success، يعني قيم كويس عشان تقدر تاخد نتيجة كويسة. نبدأ كده بإذن الله، الناس البث بالنسبة لها واضح والصورة واضحة. في حاجة مهمة أوي عندنا في التجميل اسمها جولدر ريشيو، قانون الذهبي بالنسبة لنا. هو مش عندنا في التجميل بس، هو في أي حاجة موجودة في الكون بيكون شكلها حلو. يعني ايه جولد ريشيو؟ انا هلخص لكم الكلام الكتير ده في نقطه صغيره قوي. كلمه جولد ريشيو معناها ان انا ساعه ما ابص الحاجه قدامي اقول عليها جميله اند ستوب، مفيش حاجه بعدها. يعني اقول الفاز ده شكله جميل، الورده دي جميله، وقف. ما اربطش كلامي بكلمه بعدها اقول لكن، او ما اربطش كلامي بعدها طيب بس ده ناقص فيها حاجة. لو كملت بعدها بكلمة لكن يبقى كده ناقصها حاجة، يبقى فيها مشكلة، يبقى كده فقدت شروط من شروط شرط من شروط الايه جولد ريشيو. بمعنى شفت ساعة او فاز كويس قدامي كده قلت شكله جميل بس مثلا اللون ده لو كان متغير شوية يبقى انا كده هي اخلت بالجولد ريشيو. الجولد ريشيو ده بيستخدموه علماء الهندسة، بيستخدموه عندنا طبعا في الأساركة، احنا عندنا في مصر هنا من اول الناس اللي اشتغل بجولد ريشيو هم الفراعنه في التماثيل اللي موجوده عندنا. لقوا ان كل حاجه معموله في التوابيت او التماثيل معموله بجولد ريشيو بحيث انك تشوف التمثال ده ما تطلعش فيه غلطه. اللايف متوفر ان شاء الله دكتوره فاطمه باذن الله بعد ما نخلص.
بحيث ان انا ساعة ما اشوف التمثال اللي قدامي، اشوف التابوت اللي قدامي، اقول ان هو جميل جدا وما اقدرش اعلق بحاجة تانية بعديه. البث ان شاء الله متوفر ومفيش اي مشكلة خالص بامر الله، يعني احنا هنسيف اللايف بعد ما نخلص. طيب الريشيو ده عبارة عن ايه؟ لو الناس كلها كده، كل واحد معاه الناس كلها كده معانا ان شاء الله، عشان في ناس بتقول النت عندها مزين. ان بالنسبه لنا الصوره واضحه، بالنسبه لكم الصوت زي ما قلت لكم، معاكم دكتور احمد شوقي، مدرس استشاري الجلديه والتجميل والليزر بكليه الطب جامعه الازهر. الريشيو ده هو ارقام، بمعنى ان هو بيكون في نسبه وتناسب بين ايه وايه، بين طول وعرض. بمعنى لو كل واحد جاب اللوجو معاه بتاع الموبايل او لوجو السياره اللي هو بيركبها، هيبص عليها يلاقي في هيبقى يلاقي اللوك ده معمول بحسابات دقيقه جدا، بحيث انك تشوفه ما تعلقش عليه، ما تقولش لو كان كبير شويه، لو كان صغير شويه، لو كان يمين او كان شمال، ده معناه ان هو بيخضع للجولد ريشيو. هو ارقام بيكون النسبه فيها بين بتبقى 1 لـ 1 و 618، يعني قلنا الطول 1 يبقى العرض 1 لـ 618، هو ده الجولد ريشيو بالنسبه لعندنا لشغل التجميل بتاعنا. هنقسم الفيس عندنا لفيرتيكال، صوره واضحه كده يا جماعه، وما تقلقوش يا جماعه ان شاء الله كل الناس اللي بتشتكي من الموضوع النت عندها دلوقتي، البث هيكون متوفر بعد ما نخلص باذن الله. واهم حاجه لو حد عنده الصوت حس ان هو فيه مشكله يقول لي بس عشان نظبط من عندنا. الجولد ريشيو بالنسبه لنا عندنا في التجميل، بنقسم الفيس لفيرتيكال دايمنشنز وهوريزونتال دايمنشنز. الفيرتيكال دايمنشن زي ما احنا شايفينها كده بالايه، الالوان المختلفه اللي معانا. لو جينا بمثال بسيط قوي، ناخد منطقه الفور هيد من الهير لاين لاول اي براو، تمام، بيقابلها منطقه لازم تكون متناسقه معاها تماما. المنطقه دي هي منطقه الاوربت من اول اي براو لحد اللور اي ليد. لو افترضنا جدلا ان المسافه دي 1 سنتي، يبقى المسافه دي لازم تكون 1 و618، يعني سنتي و618 من 1000. لو دي كبرت شويه او دي صغرت شويه او المسافتين بقوا قد بعض، يبقى في هنا مشكله، يبقى انا لازم اتدخل واحاول اظبط المسافات دي، تمام. المسافات التانيه مهمه قوي، نقسم منطقه الاوربت نفسها لثلاث اتلات، 1 ثيرد اب اند داون و 1 ميدل ثيرد، هو اللي بيكون الواحد، وده 1 618 و1 618. ناخد منطقه النوز لوحدها، هتتقسم من اول بريدج لحد فوق التيب اوف ذا نوز، ومنطقه التيب مع الابر بوردر او بتاع الابر اي ليب، الابر ليب. هنا لو افترضنا ان ده 1 سنتي اللور بارت، يبقى اللي فوق 1 618. نيجي للجرين اللي هو المربع الجرين او مستطيل الجرين ده كله، اللي هو واخد المنطقه من اول نوز بريدج هنا لحد الهاف بتاع الماوس، يقابله منطقة التشين مع اللور ليب. لازم المناطق دي تكون متناسقة مع بعضها، يبقى المربع الصغير 1، يبقى المربع الكبير 1 618. المسافة هنا بتبقى اللي هي قلنا ايه، 36 من 100، اللي هو لما نيجي نحسب نقيس نحط 1 على 1، يبقى ده اللي هيطلع الرقم بتاعنا، تمام. لو اتغير النسبة دي هيحصل هنا مشكلة في الفيس، يبقى لازم انا هتدخل. فلازم عيني اول ما المريض يدخل لي القط، يبقى كده في ثانية أشوف المشكلة فين. في ساعات المريض بتبقى المشكلة عنده مع الأوربت هنا، وهو طول ما هو قاعد قدامي بيحاول يضغط على نفسه عشان يوسع عينيه، لكن للأسف هي بتبان في لحظة من اللحظات إن هي ضيقة. بقول لكم ليه مهم جدا تفضلوا تلاحظوا المريض وهو بيتكلم، ودي أنا من الحمد لله من خلال خبرتي وشغلي مع الحالات كتير جدا خصوصا في الفيلر والبوتوكس. المريض هو قاعد ممكن ما يكون المريض عنده هيستوري فيشال بولسي، فتلاقي عنده فيه ناحيه اسيمتريك على الناحيه الثانيه، بس الفيشر بوس بتاعه يا دوب سايب اثر صغير قوي، في ديفيشن او في لورنج في ناحيه عن الناحيه الثانيه، بس بسيط العين بيقدر يتحكم فيه، لكن مش لفترات طويله. فطول ما هو بيتكلم ممكن غصب عنه كلمه تقع في النص، يبدا انا اشوف الديفيشن ده. ليه مهم كده؟ عشان بعد ما اخلص الشغل بتاعي ما يجيش المريض بعد اسبوع يقول لي في عندي اسيمتري، الناحيتين مش زي بعض يا دكتور. لازم اكون انا موضح له المشكله فين عنده من الاول. ان شاء الله هنسيف البث بامر الله. نيجي للهوريزونتال دايمنشنز، هنبدا نقسم عندنا الفيس 1 ثيرد 1 ثيرد وفي ميدل ثيرد في النص. الجزء اللي في النص هنا اللي واخد منطقه النوز ده لازم يكون
يبقى ايه واحد. الجزء ده هيكون 1.618 1.618. وده مهم جدا بقى. اول حاجه في الاسسمنت زي ما بقول لكم كده، في عندي كده كلمه بسيطه بقولها، النوز هي منطقه المواجهه. يعني حتى في تعريفها في كتب التشريح وكتب الطب بيقولوا النوز هي الفيسنج بوينت. اول ما بتشوف اي شخص اول حاجه بيقابلك في وشه هي منطقه النوز، فلازم اول حاجه تعلق عليها في النوز في الفيس هي النوز. تبدا تقول هل النوز دي كبيره ولا صغيره، طب النوز دي كبيره بالنسبه لحواليها ولا اللي حواليها هو اللي مخلي شكلها كبير. فدي مهمه جدا. هو ده الاسسمنت بتاعها. ببدا الاحظ الاريا دي مع اريا التشيكس، لان في ناس كتير تشتكي ان النوز عندها كبيره لكن للاسف المشكله هي الايه سلوب دي تشيكس، يعني التشيكس بتاعته صغيره نازله لتحت رفيعه. فيبدا هو يلف على دكاتره التجميل وعايز يحل مشكله النوز، والناس عماله تحقن فيلر يقول، لكن للاسف هو لازم يحل مشكله التشيكس مش النوز. كمان ريليشن مهم جدا في الهوريزونتال دايمنشنز منطقه اللبس، ودي مهمه قوي. الناس هيتسيف والله يا دكاتره والله هيتسيف، بس منطقه اللب مهمه جدا جدا. ليه بقى؟ الناس اللي بتشتغل فيلر اللبس لازم اخلي بالي. ما هو في واحده جايه لي عندها اللبس ما شاء الله منطقه الماوس بتاعتها كبيره، فانا لو حقنت الشفايف كلها فروم اند تو اند انا هكبرها زياده. فلازم اعمل حاجه ظريفه ان انا ابدا شويه كده لجوه، اخش ميديال وان شيرت وابدا اشتغل كده، انا ازم الشفايف اصغرها واديها الحجم الفوليوم بتاعها تبان طبيعي، وفي نفس الوقت ما كبرتش الماوس. فدي مهم قوي، لازم ابقى اكون ملاحظ الريشوز اللي موجوده هنا. ده مهم جدا الاسس. طب نجم نلعب لعبه فوتوشوب كده مع بعض ونبدا ايه نشوف الناس هتاخد بالها ولا مش هتاخد بالها. شايفين البنت اللي قدامنا ده؟ بدانا نغير. انا عايز بقى اشوف كده الناس اخدت بالها من التغييرات ولا لا. ده لما بدات اغير الدايمنشنز ايه اللي حصل، وكل واحد يحاول يقول لي مثلا على الصوره دي ايه اللي اتغير هنا. هدي فرصه كده 10 ثواني الناس تقول لي كده مثلا في اكتر من حاجه اتغيرت، فهل حد لاحظها ولا ما لاحظهاش؟ بنورك دكاتره والله. انا عايز بس الناس تجاوب معايا السؤال. الصوره اللي فاتت اهي البنت اهي، الدايمنش زي الفل، فيرتيكال وهوريزونتال. بدات انا بالفوتوشوب اغير فيها. ايه رايكم هنا؟ هنا شايفين المنطقه اللي بين النوز والابر ليب ومنطقه التشين حصل تشينج في الدايمنشن فتغير الشكل. يبقى انا لازم لما اجي اشتغل على المسافه دي والمسافه دي، حاجه من الاثنين، يصغر ده يكبر ده. ما شاء الله الناس واخده بالها تمام. يعني هنا برضو نفس المشكله، دي ما كبرتش قوي لكن هنا ما زالت دي صغيره، والريليشن بين هنا وهنا. طب نيجي نبص هنا دي مثلا، ايه رايكم في دي كده؟ نوز وابر ليب، والله الناس ما شاء الله مركزه جدا يعني. طيب دي بصوا بقى ميدل سيرد، لا الميدل سيرد ديكريزد خالص. بصوا هنا المنطقه دي بقت صغننه جدا، منطقه النوز تمام. فهنا كبر التشيكس قوي فبانت النوز من هنا اكبر ومن هنا اصغر. فلازم يبقى الشغل عندي ان انا احاول اوضح النوز من هنا واظبطها من هنا. مثلا نجيب لكم صوره تانية هنا. انتوا بتتكلموا على دي، طبعا دي هنا في مشكله، لكن هنا مثلا في مشكله واضحه قوي، منطقه الفور هيد. واخدين بالكم عملت ازاي؟ كبرت قوي، اللي احنا بنسميها عندنا بالمصري الفور هيد بتاعتها عاليه، زائد ان المسافه بتاعت النوز مع الابر ليب حصل لها تغيير. هنا المنطقه التشن مع النوز برضو. نجيب مثلا هنا، وعايزكم تلاحظوا ان كل تغيير في منطقه بتتغير بيقابل تغيير في منطقه اخرى. بمعنى انا لما غيرت مثلا هنا حاجه، بصوا المسافه بين التو اي براوز، انا عايز دي تخلوا بالكم منها في حاجه، المسافه بين العين مهمه جدا. ليه؟ المنطقه دي لو انا اشتغلت جلابيل واديت الدوز المظبوطه تمام، المسافه دي هتعرض بزياده فشكلها هيبقى مور اوفيس، فهيبقى اوضح شكلها مش ظريف، فلازم اخلي بالي. يبقى لو حد جاي بيشتكي من الجلابيلر لاينز هنا وهي عريضه قوي كده، فانا هوسعها زياده بالبوتوكس، فلازم ابقى ايه حكيم مش مجرد ان انا بحقن بوتوكس. يبقى الجولد ريشيو بتاعنا هو اللي بيحدد لي انا هتعامل مع ايه بالظبط. فلازم المريض قاعد قدامي
اه تمام. هي الناس ما شاء الله يعني حجم اللبس هنا صغرت، وفي هنا هتلاقوا هنا مثلا صغرت، فكل حاجة فعلا لازم اخلي بالها. منطقة الدقن هنا مثلا، التشين مع التشيكس، النوز مع التشيكس، وهقولها دي هتيجي حتة دلوقتي هنقولها مع بعض. فالجولد ريشيو انا ممكن يعني نكتب هو ده مهم، لكن هنشرح طالما ما تقلقوش. فأكيد قاعد قدامي انا ببص على الفيس بتاعه، احاول اخليه يلف لي يمين وشمال، انا اقوم ابص عليه. الفيو بتاعي يكون فيس سايد فيو، بروفايل فيو، ممكن اخليه ينام ريكومبنت وابدا ابص عليه من الهيد من الليج. كل حاجه مهمه قوي، مهمه جدا. فين؟ في الاسسمنت بتاعي. نبدا نشوف بقى ايه الجرامز بتاعتي، حاجه اسمها جرامبس. جرامبس دي ايه الرولز اللي انا بمشي عليها في شغل الاستاتيك. اول حاجه عند الجندر مهمه قوي، هل في الاسسمنت الميل زي الفيميل؟ استحاله. لو انا هشتغل بوتوكس مثلا لحاله فور هيد لاينز وعندي ميل وفيميل، بالنسبه للفيميل لو هحط 6 يونت، لو فيميل هحط 6 يونت، الميل هياخد معايا 10 ل 12 يونت. السترينث بتاعت الماسلز هنا غير هنا، فلازم ابقى حكيم في المعامله دي. هشتغل فيلر، لو هحط 1.5 مللي او 2 مللي بالنسبه للفيميل، الميل هيحتاج معايا مثلا ممكن الضعف، ممكن 3 مللي او 4 مللي. فكل ده مهم جدا. ليه؟ لان انا عندي في كونتنس، في سيك سكين، في كولاجين تايب مختلف، في بون مختلف، في ستراكشر للبون واناتومو مختلف، في كونتور للفيس مختلف بالنسبه للميل والفيميل. يبقى ده اسسمنت مهم. نيجي للريس، والريس ده مهم جدا قوي في حته النوز بالذات، يعني مهم قوي بالنسبه للنوز، لان في نوبيان نوز وفي رومان نوز، ده كلهم ده حاجه طبيعيه، غير بقى المشاكل اللي بتحصل الباثولوجيكال بالنسبه للنوز. مهم ان انا اشتغل عليه. الايدج مهم قوي، لان التينيجز غير الميدل ايدج غير الاولد ايدج، ودي هتيجي حته لوحدها كده هنتكلم عنها، مهمه قوي بالذات في حته اللي هو ايه البيرمننت فيلر، بيرمننت ثريدز، بيرمننت كذا، ودي بتعمل جدل بين بعض الناس. ميديكال هيستوري يفرق معايا، يفرق معايا جدا، خصوصا في الناس اللي عندهم دايبيتس، بيأثر على النيرفز، بيأثر بالتالي على الفاسكوليتشر. الناس اللي عندهم بليدنج ديس اوردرز مهمين بالنسبه لنا والايه والاكتيف انفكشن في المكان اللي انا هشتغل فيه، خصوصا لو هشتغل فيلر ليب. بريفيس سيرجري ده اكتر مع الشغل ليزر. دي مهمه بقى، الاستاتيك ويشز والاكسبكتيشن. عيان عايز ايه؟ هو بصوا، هي بصه في المرايه نفسها تبقى كده، بس انا مش شايف شكلها ايه. يعني هي عايزه تبقى الشكل اللي في المرايه ده نفسها. طب هي هل الفيس بتاعها هيؤهلها ان هي توصل للمرحله دي ولا لا؟ فلازم ما اديش للعيان او اديش للكلاينت بتاعي اوفر اكسبكتيشن، ما يجيش يلومني بعد كده. دي مهمه قوي. شيب اوف ذا فيس مهم، يعني في حاجه بتحكمني في الفيس اسمها الشيب بتاعه، اللي هو البون والكارت، البون والماسلز اللي موجوده والليجمنتس. فكل فيس ممكن واحده يبقى الفيس بتاعها اللي هو الكوميترا، ممكن تيجي تقول لي طب انا عايزاه يبقى مدور. طب هي اصلا سكوير شي سكوير فيس، عايزاه تبقى تريانجلر، هو سيركلر عايزاه تبقى سكوير. في بعض الحالات استحاله ان انا اغير الشكل ده، ولو حاولت ان انا اغيرها تبدا بعد كده تحصل المشاكل، مش في الاول خالص، ممكن تظهر بعد 5 او 10 سنين. ودي حاجه مهمه. في سيرجيكال على فكره كونفرشن للشيب بتاع الفيس، بيشتغلوا على البون ويبداوا يعملوا له نحت بطريقه معينه ويحولوه. نبدا نشوف العمليه المهمه بالنسبه لنا خالص، اللي هي عمليه الايدجنج، هنقولها باختصار. في تشنجز عندي بتحصل مع الايدج بتاثر على كل اللي احنا شايفينه ده، بون، ليجامنتس، ماسلز، وفات، وسكن. يبقى الموضوع مش موضوع ان هو مشاكل باينه على السكن، هو في تغييرات من ظهرت على السكيمبر. فلازم ساعه ما اشوف التغيرات اللي قدامي ده اعرف ايه اللي حصل جوه عشان اقدر اتعامل معاه. هل مجرد هو سكين وفات اللي اتغير، ادت وبقى فيه بون وليجامنتس وكارتلج اتغيرت؟ نبدا نشوف. احنا عندنا في حاجه اسمها ريتيننج ليجامنتس بالنسبه للفيس، دي مهمه قوي نعرفها كمان، خصوصا واحنا بنشتغل الثريد ليفتنج، لان دي بتبقى انكورنج بوينتس بالنسبه لنا، دي المناطق اللي انا بحمل عليها والخيط بيعمل انكورنج فيها وبتعمل ليفتنج معايا قوي. الفات عندي في الفيس بيتقسم لتو لايرز، في سوبرفيشال فات كومبارتمنتس وفي ديب فات كومبارتمنتس.
اليونج ايج دايما الاطفال وفي التينيجز في الاول كده محتفظين بالتو كومبارتمنتس دول لسه. لا السكين عندي بيبقى مور سوفت مور الاستيك، واهم حاجه بيكون محتفظ بالكونتور بتاعه. لما يبدا يحصل لص للسوبرفيشال فات كومبارتمنت وابدا ادخل على الديب فات كومبارتمنت الاقي في تشينجز حصلت، وهنقول التشينجز دي بالترتيب ايه اللي بتحصل. لو جينا مثلا هنا سن 35 انا لسه عندي سوبرفيشال اند ديب فات كومبارتمنت كويسين، محتفظ بالسوفتنج بتاعي، محتفظ بالتون بتاعي، محتفظ بالكونتور بتاعي. حصل لوس للسوبرفيشال فات كومبارتمنت هبدا يحصل لوس اوف كونتور، رقم واحد لوس اوف كونتور. وعلى فكره الايدج 45 مش شرط، انا ممكن اشوفها مع سن 30 وكمان والعكس ممكن اشوفه مع سن 50، يعني على حسب كل واحد واهتمامه ببشرته. مع الايدجنج كمان يبدا يحصل لوس اوف ديب فات كومبارتمنت ومعاها تشينجز في حاجات تانية. الكلام ده هنقوله ليه؟ لان هو بيعتمد انا هقدر اعمل له ايه. الكيس بتاعنا بدا يحصل لوس اوف كونتور وشويه لوس اوف ديب فات كومبارتمنت، بدا يحصل حاجه اسمها ساجنج. لما يحصل لوس اوف ديب فات كومبارتمنت دي يبدا يحصل عندي ساجنج، يبدا الجلد يترهل وينزل لتحت. السكين ايدجنج يبقى حاجتين اكسترنسك وانترنسك. يعني الانترنسك اللي احنا قلناهم دول، اكسترنسك اهم حاجه فيها اللي هو الايه الفوتو ايدجنج، يعني اللي هو السان اكسبوجر. ده الايدجنج كيرف احنا قلنا المره اللي فاتت على مستوى الفات، هنا على مستوى البون والماسلز والليجامنتس. هنا البون بتاعنا واخد الكيرف بتاعه كويس، هنا بدا يحصل فيه تشينجز لكن حصل لوس اوف سوبرفيشال. هنا بقى بدا يحصل ريزوربشن اوف بون اند كارتليج، فبدا يحصل مور ساجنج. لا الايه بدا يحصل جو لاين، بدا يحصل نيزل لوبيال فولز ماريونيت، كل حاجه بدات تظهر معانا. هو ده اللي تشينج، ده تشايلد هود التينيجز لحد سيرتز بدا يحصل هنا ايه، هنقدر نقول هنا بدا يحصل لوس اوف سوبرفيشال فات كومبارتمنت، بدانا نفقد الكونتور وبدا يظهر عندي الفولدز هنا تمام، وبدا يحصل كمان شويه ساجنج خفيف. هنا طبعا مور ساج، هنا كل اللي تشينجز موجوده، سكن فات بون ماسلز كارتليج ليجامنتس كله، فحصل الفيس كله نزل تقريبا. فهنا التعديل صعب قوي، هيبقى سيرجيكال وفات انجكشن وحاجات تانية. هنا برضو نفس الفكره مهمه بتورينا حاجه، ان اللي تشينجز هي هنا بدا يحصل تشينجز هنا لوس اوف كونتور وبدا اللاينز تظهر معايا. هنا مهمه قوي، غالبا ما بتبقاش سيمتريكال. يعني لو لاحظها هنا مثلا الناحيه دي هي الناحيه الشمال المعرضه دايما، الناس اللي بتسوق سيارات معرضه دايما اكتر للسن، فحصل فيها ساجنج اكتر من الناحيه اليمين. وهنا بصوا بقى اهو في هولو كبير هنا موجود اكتر من الناحيه دي، فدايما التشينج ما تبقاش سيمتريكال. ودي مهمه في الشغل بتاعي ان انا اخلي بالي منها، ممكن في ناحيه ادي 1.5 مللي فيلر وفي ناحيه احط فيها 1 مللي بس، ممكن لو اشتغل ثريدز احط في ناحيه 8 ثريدز، في ناحيه احط فيها 6 ثريدز، في ناحيه هشتغل ثريدز ليفتنج مع سكرو ومونو او تويستد ومونو، في ناحيه اشتغل فيها ليفتنج فقط، في ناحيه احتاج فيها ثريدز مع فيلر وفي ناحيه احتاج فيها ثريدز فقط. انت مهم، وده اللي انا بقول لكم عليه. مثلا لو احنا هنشتغل على حاله زي هنا وقررنا نشتغل فيلر، الناحيه دي هتحتاج ليفتنج منها كويس، هتحتاج فوليوم في المنطقه دي تمام. في مشكله يا جماعه في الصوت؟ نشتغل حاله زي دي مثلا، هنا هتحتاج فوليوم هنا وهتحتاج ليفتنج، ليفتنج اند فوليوم. هنا الناحيه دي ليفتنج اكتر، لكن المكان ده هيحتاج كمان بوتوكس. البث بيقطع. طيب كده اوضح، هنقولها تاني. الحاله زي دي مثلا هنشتغل هنا ليفتنج وهنشتغل هنا فوليوم على المكان ده، انا بتكلم ان هنشتغل فيلر وهنشتغل هنا بوتوكس مع فيلر كمان ليفتنج على كويس. لو هشتغل لازم هرفع من هنا كويس قوي، وممكن احتاج كمان خيوط سكرو تويستد في المنطقه. وبرده مهما كان بعد البوتوكس، لا بعد الثريدز لازم احتاج بوتوكس هنا عشان عندي الايه المنتاليز ماسل هنا في المنطقه دي. شايفين الشكل بتاعها البكرنج اللي موجود ده؟ دي اللي تشينجز اللي بتحصل في البون. لو بصينا هنا من بعيد كده على الاوبننج بتاعه النوز هنا وهنا، هنلاقي دي نارو وعندي دي اوسع.
لو بصينا على البون بالنسبة للزيجوما مع المجزلة هنلاقي الكيرف بتاعنا موجود سموث وكويس قوي، وهنا بدأ يحصل فيه تشينجز الكيرفيتشر بتاعت البون، وبدأ يحصل فيه ايه تآكل هنا، يعني الكلمة تحتها تلتنج، احنا فعلا بندوب. الناس اللي بتلاحظ حاجة كويسة قوي هتبص تلاحظ الاوربت هنا، شايفين الدايرة بتاعته كويسة، هنا أوسع، بقت أوسع فعلا من هنا، لأن بدأ يحصل ريزوربشن للبون. دي بقى مهمة قوي بقى في الشغل بتاعنا، إن مفيش حاجة اسمها بيرمننت فيلر، بيرمننت ثريدز مثلا. هو الفيلر مش هيحصل له ابزوربشن، والثريدز مش هيحصل لها ابزوربشن، لكن الافكت مش هيبقى بيرمننت، لان هو كان معتمد على ليجامنتس موجوده تحتيه، بيعتمد على بون موجود، وبيعتمد على كارتليج موجود، دول حصل لهم تشينج، بداوا يحصل لهم ميلتنج وريزوربشن، فالحاجه اللي كانت بتعملهم فيكسيشن وانكرنج مش موجوده، فهيبدا هو شغله يضعف. فعشان الناس اللي بتقول انا عايز شغل بيرمننت، مفيش حاجه بيرمننت، لان احنا اصلا كبشر نوت بيرمننت، ده في حاجه اسمها سيل سايكل وسيل ديس. سايد فيو، ادي يعني الزيجوما هنا واضحه قوي، الكيرفيتشر بتاعها سموث وحاجه محترمه جدا، وبتبصوا على النوز بون يعني كويس جدا. هنا نيجي نبص هنا، الزيجوما بدات تفقد جزء منها كبير، والنيزل بون كمان بدات ايه يحصل فيها ديجنريشن. وطبعا المانديبول هنا مع المجزله، يعني زملاء الناس اللي بتذاكر تشريح هتعرف الفرق كويس ده قوي. هنا بقى الصورة دي حلوة قوي بالنسبة لنا، هي وهي صغيرة وهي كبيرة، شايفين بقى هنا الدايمتر قد ايه، وهنا الدايمتر ما شاء الله من هنا نازل الساجنج، يعني مغطي نص رقبتها تقريبا. لو جبنا الخط ده نزل من هنا وجبنا ننقله هنا هنلاقيه اتغير فعلا. طب اللي حصل ان انا حصل لي loss of superficial and deep fat compartment، ادي السوبرفيشال كومبارتمنت كلها راحت، اللي كانت عامله لي كونتور ودخل كل حاجه مظبوطه، ده موجود هنا لكن للاسف مش موجود هنا، يعني الدايره دي هنا كده عامل كونتور مش موجود عندها هنا، فحصل ساجنج. ده كله مهم، وده اللي تشينج اللي بتحصل مع الوقت، لوس اوف كونتور، بدا يظهر اللاين، بدا يحصل ساجنج ولوس اوف تون اوف سكين، ده السن اكسبوجر والمشاكل بتاعتنا. يبقى انا عندي في الاناتومي بتاعي في حاجه اسمها سوبرفيشال فات كومبارتمنت، هي مجموعه كبيره في انفرا اوربيتال نيزوليبيال، التشيك كومبارتمنتس مجموعه كبيره، الديب فات كومبارتمنت عندي الصوف اللي هي مسؤول عن التير ترف، تمام، عندي الديب تشيك كومبارتمنتس، وعندي الباكال فات اللي ساعات الناس لما بيكون عندها مور راوند فيس بتحب تشيلها عشان تبدا تعمل ايه، ان الفيس بتاعها يبقى تريانجولار، وان كنت انا لا احبذ هذا الموضوع لانه بيأثر بعد كده صحيا، لان الجزء ده من الفات بيبقى فيه ستيم سيلز للاسف لا تعوض. الحاجه المهمه قوي بقى في الاسسمنت ان انا لازم اكون فاهم البلاد سبلاي بتاع الفيس بتاعي. انا عندي هنا باختصار كاروتيد ارتري اللي بينتهي بانترنال كاروتيد، وبينتهي بحاجه اسمها اكسترنال كاروتيد اللي بينتهي بالفيشيال ارتري، هو ده المشكله بتاعتنا في الفيس. الصورة دي مرعبة ومطمئنة إلى حد ما، مرعبة لأن أنا عندي الفيس كله مفيش فيه حتة سليمة تقريبا، كلها أرتريز، بداية أنا عندي اللور فيشال أرتري اللي بيتقسم بعد كده يديني المنتال أرتري، ويطلع هنا انفيرو ليبيال، وهنا عندي السوبيرو ليبيال والترانسفيرس فيشال، وبعد كده السوبرفيشال تيمبورال أرتري، مفيش حتة سليمة، والسوبر تروكيال أرتري والنيزل أرتري والأنجلر أرتري اللي بيعمل لي المشاكل دايما في حالات النيزو ليبيال فولز. فلو انا مش متخيل الرسمه دي وانا بشتغل فيلر هيحصل مشاكل. المطمئن ان انا عندي في حاجه اسمها ليفل اوف بلاد فيسلز موجود في الفيس، لو انا بعدت عنه يبقى انا كده في السيف سايد. بعدت عنه ازاي؟ هي نقطه صغيره او معلومه كده يعني مهمه قوي نحطها حلقه في دماغنا، ان طالما انا قادر احقن على بون يبقى انا كده في السيف سايد. المنطقه دي تعتبر موست سيف سايد، سيف بوينت فين في الفيس، كلها منطقه الزيجوما، مفيش ارترز هنا تقريبا، فانا ممكن لو اشتغلت على الزيجوما هنا كليفتنج وفوليمايزنج في نفس الوقت هتديني نتائج كويسه قوي. المنطقه الاخرى برضو هنا على منطقه الايه الماندبل، هنا قريبه من الانجل بتاعه الماندبل، بعيد عن المنتال وبعيد عن الفيشل لانه طالع من هنا وداخل، فالجزء الباقي هنا ده بتاعه الانجل وذا ماندبل يعتبر سيف مفهوش بلاد فيزلز. من الحاجات الخطره في الفيس اللي انا بخلي بالي منها برضو منطقه الايه البروتيد، عشان وانا بشتغل الثريدز وانا بشتغل الفيلر برضو ما اعملش كومبريشن عليها. دي بتوضح لنا
الاماكن السبب اللي بتكون سبب في البلايندنس وانا بشتغل فيلر. لو انا حقنت قريب من الانجولار ارتري، حقنت قريب من السوبراتوريكولار، كل ده ممكن يعمل لي للاسف بلايندنس. فنخلي بالنا. وهي حاجه كده، ايه نصيحه دايما، تشتغل فيلر اعتبر نفسك بتشتغل لاول مره، يعني اعتبر نفسك بتشتغل اول مره عشان يفضل القلق موجود جواك فتحافظ على الشغل بتاعك، ما تبقاش مطمن قوي. اللي بيطمن قوي هو اللي بيحصل معاه كومبليكيشنز. الليفل اوف انجكشن مهم، مهم قوي بالنسبه لنا. عندي تو سيف بوينتس في الليفل اوف انجكشن، موست سوبرفيشال اند موست ديب. موست ديب هنا امبون، انا بعيد عن بلاد فيزلز. موست سوبرفيشال، انا بعيد عن المين فيزلز. طب ايه عيب ده وايه عيب ده؟ السوبرفيشال، موست سوبرفيشال مشكلته انه مش بيدوب، ممكن شهر وينتهي، لكن مش هيديني برضو ليفتنج كويس. اللور بارت هنا مشكلته موست ديب مش متاح ليا في كل الاماكن في الفيس. ومشكلته التانية ان هو مش بيدي الفوليومايزنج افكت بتاعه من اول انجكشن، هو بيديني ليفتنج كويس قوي لكن الفوليوم بتاعه بيتاخر شويتين، ممكن في خلال اسبوع 10 ايام اسبوعين ابدا الاقي الفوليوم بدا يظهر معايا. موست دينجرس هما الميد ديب ديرمال والميد ديرمال انجكشن، لان انا عندي قريب هنا منين؟ من البلكسس بتاعتي. فدولت هما اللي لازم احقن اسحق احقن اسحب استنى واحقن بالراحه وما احقنش كميه كبيره. حلوه الرولز دي، رولز اوف فيلر. احقن اسحب استنى بعد ما بعد ما اسحب احقن سلولي وما احقنش كميه، ده مهم قوي. في بقى شويه تيبس مثلا بالنسبه لللب، لما احقن الشفايف دايما بدخل لما اجي هدي فوليوم بحقن، بدخل بالبيفل بس بتاعتي واحقن 1 يونتس وانا ماشي مثلا بالروشن تكنيك. اثر الرولز اوف اي اسسمنت بتاعي، لازم يكون عندي تخيل حاجه اسمها ساجيتال فيو بالنسبه للفيس، وفي حاجه اسمها ترانسفيرز فيو، لازم المقاسات تكون متناسقه مع بعضها. الحته اللي انا بحبها قوي في الشغل بتاعي والاسسمنت هي حاجه اسمها الكونفكسيتيز. الفيس عباره الجمال فيه بيبان في الكونفكسيتيز. يعني ايه كونفكسيتيز؟ هو المناطق دي، منطقه التشيك، منطقه النوز، ايلا اوف ذا نوز، و الابر ايليد الكونفكسيتي بتاعه. لو حصل لص، طبعا في حاجه تحت لور عندي كمان التشن دي المكمله للكونفكسيتي اوف ذا فيس. لو حصل اي كونفكسيتي اوف دول بدات تبقى مش موجوده، يبقى انا عندي هنا في خلل لازم انا احاول ارجعه تاني. يعني حد اشتكى ان في هنا خفسه او هولنس موجود، او المنطقه الابر ايليد داخل لجوه، يبقى في لص اوف كونفكسيتي، يبقى انا لازم اصلح هنا. هنا اللي هو الوجنه بتاعتنا مش موجوده، يبقى لص اوف كونفكسيتي. هنا يا اما دي النوز معكوفه او مرفوعه، الايلا اوف ذا نوز كبيره او صغيره، يبقى انا كل دي تشينجز موجوده. دي بقى احب صوره الى قلبي في الاسسمنت، وبتبقى اسهل حاجه بالنسبه لي. انا بدور على الكونفكسيتيز دي، النقط دي لقيتها موجوده خلاص. وطبعا الكونفكس دي بتمشي معاها ستريت من هنا لحد الجلابيلا، فالمناطق دي موجوده وسليمه، يبقى انا كده الدنيا كويسه. هبدا اعمل شغل ريجوفينيشن بسيط. يعني لو كل ده موجود ومريض قالت لي طب انا عايز اعمل شغل تجميلي، اعمل ايه؟ ممكن اديها 1 مللي فيلر كده يغرق لها الفيس، يظبط لها الشكل ككونتورنج، ويديها ريجوفينيشن. تمام، ده مهم قوي. ايه بقيه المقاسات تاني؟ عندي الفيشال كونفكسيتي بتتحسب ازاي؟ لما اخد لاين هنا من اول الجلابيلا، المفروض ان هو يبقى ستريت معايا لحد الابر ليب. هنا حاجه مهمه قوي، التشن مع النوز، الاند اوف ذا نوز لحد التشين، المفروض لو جيت قلم البس وقف، البس شغال يا دكتور، حضرتك كتبت ازاي؟ طيب لو جبت قلم، كل واحد يحط قلم كده عند النوز وينزل على التشين، لو نزل ستريت كده يبقى كده الدنيا مظبوطه. لو القلم جه هنا وفي مسافه بينه وبين التشين، يبقى في مشكله، حاجه من اتنين، يا اما النوز كبيره او عندي ريسيشن اوف ماندبل. وهنا هنشوف الحل بتاعنا هيبقى ايه، اللي هو المسافه دي بين الاند اوف ذا نوز وبين التشين. لو في ريسيشن اوف ذا ماندبل، يبقى انا مضطر هنا انا اصلح التشين بتاعي، هعمل له بقى فيلر، ممكن امبلانت، كل واحد وهو هيقدر يعمل ايه. وفي حاجه مهمه قوي كلنا بننساها دايما في الشغل، الكيرفيتشر ده يا جماعه، يبقى الكونفكسيتي ده مع الكونفكسيتي ده لازم يكون في كيرفيتشر هنا. في بنات كتير بتشتكي ان الكيرفيتشر ده مش موجود، فانا احاول اصلحه، ودي لها تكه كده في حقن الفيلر بتبقى ظريفه قوي وبسيطه. يعني كل الفكره بحتاج 1 يونت الناحيه دي، او 2 يونتس و 2 يونتس بس في منطقه التشين، بتظبطها جدا وتركع الكيرفيتشر ده.
ده هو هنا اللي بيحصل. المشاكل اللي بتقابلني دايما فين؟ في الفرر، عند منطقة تيرترف، عند فات موجود هنا، عند في نيوز ليبيال، عند في ماريونيت، عند في جاو لاين وساجنج موجود، عند في بيبقى شبه الدبل تشين موجود، وفي كمان ساجنج موجود على مستوى النك، عند في كمان مشكلة بالنسبة للابر اي ليد هورنس، في بيكون بيحصل دروب للاي براوز، وفي ناس كتير بتشتكي ان انا عندي دروب اي براو وبجحقنها بوتوكس ما بترفعش. فاحنا عندنا بقى في حلول كتيرة دلوقتي، اللي هو الكومبينيشن ان انا اعمل بوتوكس مع فيلر، والترتيب كل واحد على حسب الحالة بتاعته. في نصيحة مهمة جدا لما اجي اشتغل فيلر، هل انا عايز اعمل فوليومايزنج، يعني ادي حجم وانفخ زي ما بنقول كده، ولا هعمل ليفتنج؟ مهم قوي الفكرة هنا في البالونة، ان انا بعمل فوليومايزنج لما بيروح الفيلر البالونة مش بترجع لوضعها الطبيعي تصغر خالص، لا بيبقى فيه الى حد ما ساجنج موجود. مع تكرار الفيلر كفوليومايزنج فقط هيزيد الترهل وهيزيد الساجنج، وممكن يأثر لي على الاسيست اوف ذا سكن، فلازم كل مرة فلازم نزود كمية الفيلر بعد كده. فالافضل دايما طالما هعمل فوليوم يبقى لازم ازود الليفتنج. دي المناطق اللي مطلوب مني اخاف منها وانا بحقن الفيلر. في حاجة اسمها الام دي كودز، الام دي كودز كويسة جدا لكنها مكلفة جدا، هي بس وظيفتها ان هي بتعرفني الاماكن اللي انا مفروض احقنها، ومش كلها بتتحقن مع كل حالة. ده الفيس المطلوب بالنسبة لنا اللي هو اسمها بنسميه تراينجل اوف بيوتي، المفروض ان البيز اب الايبكس داون، في الحالات اللي بيحصل فيها مشكلة بلاقي الايبكس اب البيز داون. دي حالة باختصار كده، انت هتقولوا رأيكم نشتغل ايه في حالة زي دي. مثلا نعمل لها اسسمنت بسرعة كده، نقول ها لو حد هيقول معايا او انا هقول بسرعة، حصل لوس اوف كونتور هنا بمنطقة التشيك، بدأ يظهر النيزوليبيال جزء من المانديبول، ساجنج هنا وهنا. لما تلاقي اوفرلاينج نيزوليبيال فولد كده، لو هتقدر تشتغل، وعندي تير تراف طبعا، هتقدر تشتغل ثريدز، هيكون افضل بالنسبة لها، افضل من الفيلر بكتير. الفيلر هنا هيبقى كويس لكن نتيجته مش هتطول لفترة طويلة. الحالة دي هنا كانديديت للثريدز مور ذان فيلر، لانها عشان تتصلح بالفيلر هتاخد كمية كبيرة جدا، وبرده التصليح هيكون لمدة مؤقتة. انا بمشي معاكم بسرعة لان ايه، ده شغل براكتيكال اكتر منه. هنا في اسيمتري، يعني هنا نزل ليبيال مع جزء المارينت، لكن هنا مفيش. هنا هتحتاج لو هنعمل ليفتنج بالفيلر هتحتاج برضو بوتوكس معانا، مهم قوي زي حالة زي دي. دي هنا الشغل اكتر هيكون بوتوكس، الشغل اكتر هيكون ايه، بوتوكس. هنا طبعا مهم قوي حته الفورهيد، اعمل لها اسسمنت الميل غير الفيميل، السترونج كونتراكشن قوي ده هيحتاج مور يونتس، لازم اخلي بالي من المسافه بتاعه الفورهيد الفيرتيكال والهوريزونتال. في ناس بتبقى حاجه اسمها الفورهيد عندهم نارو اند شورت، فده لازم ابقى حريص معاه في الشغل عشان النتيجه تبقاش فيها اي مشاكل. هنا الحاله دي لازم يحصل فيها كومبينيشن، لان انا عندي مشكله في المسلز مع الفولدز اللي موجوده، هتحتاج فيلر وهتحتاج بوتوكس او ثريدز وبوتوكس الاثنين، ولازم هظبط هنا الجاو لاين عشان النك تبدا تظهر معايا. دي المناطق اللي احنا بنعمل لها كوركشن في الفيس، على منطقه الفورهيد لاينز بوتوكس، هنا بوتوكس، ممكن نحتاج هنا بوتوكس اند فيلر. كراوس فيت هيبقى بوتوكس، وممكن نعمل فيها برضو فيلر. منطقه التمبل، نوز، اللاف لاينز، والايه الليب لاينز. ما ننساش حاجه مهمه قوي لازم لو قدرنا نتعلمها بتصلح حاجات كتير بالنسبه لنا في الفيس، هي الثريد ليفتنج. تقدر تصلح الاي براوز، تصلح لي الميد فيس، تصلح لي اللور فيس، تصلح لي النوز، فهي حاجة نقدر نعتبرها يعني بولي فانكشن، بتشتغل في أكتر من اتجاه. أتمنى بس كده إن أقدر أكون غطيت لكم معظم الأماكن بالنسبة لشغل الأسسمنت، وأقدر أدخل إيه مع إيه. ويعني كده إحنا مع بعض حوالي 5 أو 10 دقايق، لو حد عنده استفسار في أي حاجة من اللي إحنا قلناها أنا مستني أسئلتكم بفارغ الصبر. مفيش أسئلة؟ طب نرجع لورا كده عشان في ناس كانت بتسأل. إن شاء الله البث هيتحافظ على الصفحة وهتلاقوه موجود ومفيش أي مشاكل. إحنا دلوقتي لو في حد عنده سؤال بالنسبة للأسسمنت، حد يسأل على يعني حابب يسأل على أي حاجة.
هنحفظ البث والله يا دكتورة تمارة بإذن الله. الدينجر زون بالنسبة للبس هي تعتبر لبس كلها منطقة دينجر، فنخلي بالنا واحنا بنحقن دايما هيبقى ليها تبس معينة في الانجكشن. اول حاجة في اللبس لازم احاول دايما ابدأ بالكونتور بتاعي، ابدأ لما اجي احقن فوليوم، في واحد كل واحد ليه طريقة، في ناس بتحب تحقن فيرتيكال كده وتدخل، بندخل بالتبس بس، في ناس بتبدأ بالرشم، بتبدأ من فوق بوينتس، ودي بتبقى بعيدة شوية عن الدينجرس لان البلاد فيزل موجودة فوق هنا تيبيكال، ولا الانستوموزيس موجود. فهي اللبس مشكلتها فعلا ان هي دينجرس اريا. اهم حاجة في اللبس دايما لازم اسحب واستنى شوية واشتغل بالجوج بتاعي يكون واسع، ما اشتغلش بحاجة ضيقة عشان ما يكونش في انجري وانا مش واخد بالي. تمام. الناس بتسأل الرينكلز بالنسبة للتشين سهلة قوي، يعني انا ممكن اريح بالي خالص، اجي عند المنتاليس في النص هنا واحقن من 5 ل 10 يونت على حسب الحالة، لان انا عندي في ماسل هنا، ماسل هنا اللي هي اسمها ايه، البريسور ليبياي انفيريوريس، دي مشكلتها ان انا حقنتها يحصل فيه اسيمتري. بيكون عندنا السات فيس بيحصل من هنا الانجل زمان في بتاع الماوس تبقى نازله، لازم احقن ايه الديبريسور انجولاي اوريس، باجي العين يعمل كلينشنج يعني يجز على اسنانه، واجي ميديا للماسل واحقن هنا الديبريسور انجولاي ايه انفيريوريس. موضوع ان انا احقن فيلر او بوتوكس معين، اولا البوتوكس هو نوع واحد، انا عندي البوتيولانوم توكسين ايه احنا بنشتغل بيه. مشكلة الشركات بقى هي فين، في البيوريتيز بتاعت البوتوكس نفسه. فيلر، الفيلر هيرونيك اسيد كل انواع المفروض ان الشركات حاجة كويسة كله زي بعض، لكن ما فيش مانع ان انا اشتغلت بهيرونيك اسيد دلوقتي، ممكن بعد سنتين اشتغل ب كالسيوم هيدروكسيبتايت اللي هو الريديوس، ما فيش مشكلة فيه خالص، فعادي خالص ده، يعني ده حاجة قوانين شعبية كده ناس بتحطها، لكن ده مش ما هو الشرول خالص. انا ممكن احقن بشركة النهاردة بعد سنة أغير الشركة مفيش مشكلة. الفيلر روبوتوكس تأثيره بدأ يقل أو يختفي، هو أصلا البيشنت مش هيستنى لما تأثيره يبدأ يختفي، هو أول ما بيحس بالتأثير بيقل ملي أو اتنين بيبدأ يجري على الدكتور عشان يعمل تاني، فمفيش مشكلة إن أنا أزود. لكن تكرار الفيلر أكتر من مرة بيحتاج إن أنا ممكن أعمل إيه الثريد ليفتنج مرة كده في النص عشان أريحه من تأثير الفيلر، لكن للأسف البوتوكس ملوش حل غير إن أنا هكرر البوتوكس. الدكتور هنا كان بيقول بالنسبة لنا تقسيم الوجه وجلد الريشيو، الجلد الريشيو أنا يعني مهم قوي، يعني ده هو اللي بيحدد لي المدخل بتاعي، إن أنا دخلت ديب أو سوبرفيشال. ده بالنسبة لإيه؟ هل بالنسبة للثريدز؟ سهل قوي، لو لقيت نفسي دخلت بالكانولا بتاعت الثريد والدنيا فاضية قدامي وسهلة قوي مفيش أي ريزيستنس يبقى أنا كده ديب، دخلت وفي ريزيستنس عنيفه معايا قوي يبقى انا كده مور سوبرفيشال وفي ديمبلنج. الفوليومايزنج وليفتنج، طول ما انا بشتغل على بون يعني بحقن ديب واون بون يبقى انا كده بعمل ليفتنج، بحقن في اماكن هولو زي النيزو ليبيا زي التشيك ميد يبقى انا كده بعمل فوليوم. عرض الانف اثناء الابتسامه بنحل ده بيكون نتيجه الكونتراكشن اوف ماسلز، ده موجود عند بعض الناس اللي عندهم المقدره ان هم يشغلوا السمول ماسلز اللي موجوده على التيب اوف ذا نوز والايلا، ده بيتحل بالبوتوكس بيجيب نتائج كويسه جدا، وممكن الثريدز نرفع التيب ونشدها على الجلابيه اللي ورا بتبقى كويسه قوي. اتمنى كده ان احنا نكون غطينا معظم. انت فيلر واريد اضيف بعد اسبوعين طالما هايرونيك اسيد واحط هايرونيك اسيد مفيش مشكله، اهم حاجه الشركه تكون كويسه يعني ده الاهم. اتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نكون يعني غطينا معظم النقط. طبعا الاستاتيك مواضيع ما بتخلصش والشرح بتاعه بيطول، والله هنسيف البحث. تمام. نشوفكم قريب في لايف جديد باذن الله. كان معاكم الدكتور احمد شوقي، مدرس الجلديه والتجميل والليزر بكليه الطب جامعه الازهر، وترينر بالنسبه للفيلر والبوتوكس والثريدز. نشوفكم على خير قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.